مساء الخير. اول شيء تجيب لك دجاجه 900 جرام في 800 جرام وتقصها نصين، وبعد كذا معايا تشق الصدر من هنا زي كذا بالطول، تمام، وتفكه زي كذا. حلو حلو، هذه اول خطوه. ثاني خطوه تدور فين العظم حق الفخده، وتيجي من هنا من عند العظم كذا تشق على كامل الفخ، وبس كذا، ويكون الدجاج جاهز للتتبيل. في محضرة الطعام بصل وثوم وفلفل، ليمون وزيت زيتون، زبادي ومعجون طماطم، بهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمون، وبس كذا ونطحنهم مع بعض. وانزل التتبيلة على الدجاج كذا، ونخلي الدجاج في التتبيلة اقل شيء ساعة، والافضل نخليها في الثلاجة 12 ساعة في التتبيلة، وبعد كذا نشويها على الفحم او على الشواية او بالقلاية الهوائية او بالفرن. هنا بستخدم لشوي الدجاج شواية اديسون من السبقة، لتشوي لحم، تشوي دجاج، برجر، ستيك، سيفود، اللي تبغاه، وتشوي لك بدون روائح وبدون دخان لانه فيها مروحة. وبس كذا مع رز او خبز براحتكم وبالعافية. من جد من جد جنان.